السلام عليكم ورحمة الله. رقية الأطفال من العين والحسد، هذا الموضوع للأسف كثير من الآباء يغفلون عنه على الرغم من خطورته وأهميته بالنسبة للأطفال، لأن الشيطان أخي الحبيب أكثر تسلطا على الأطفال، لأن الطفل لم يكتمل عقله بعد ولم يبلغ بعد، وبالتالي يسهل على الشيطان التلاعب به. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يغفل هذا الموضوع، فكان يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما بهذه الكلمات، ويقول: هذه رقية سيدنا إبراهيم عليه السلام، كان يدعو بهذه الكلمات لي سيدنا إسماعيل وإسحاق. كلمات خفيفة جدا سنحفظها الآن ونتدرب عليها ونفهم معانيها وندرك الحكمة منها. النبي كان يعوذ الحسن والحسين من شر الشيطان وشر العين، كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ما معنى هذا الكلام؟ أول شيء أخي الحبيب، قلنا دائما عندما تقول كلمة أعوذ يعني ألتجئ وأحتمي بالله، أعوذ بالله، أحتمي بالله من شر الشيطان. أعوذ بكلمات الله التامة، أنا أحتمي بكلام الله عز وجل، لأن كلام الله سبحانه وتعالى هو الذي يبطل السحر، هو الذي يبعد شر الشيطان بكلمة كن فيكون. الكون كله خلق بكلمة، كلمة كن فيكون. لاحظ أخي الحبيب، فكلمات الله التامة نحن لا نعلمها. القرآن هو كلام الله، فكأنما وضع النبي عليه الصلاة والسلام كلام الله حصنا بينه وبين الشيطان. أعوذ، أحتمي، ألتجئ، أتخذ من هذه الكلمات حماية لهؤلاء الأطفال. أعوذ بكلمات الله التامة، كلمات كاملة ليس فيها نقص، ليس فيها عيب، ليس فيها تحريف، من كل شيطان وهامة. هنا شمل نوعين أخي الحبيب، ما نراه وما لا نراه. الشيطان لا نرى، الله تبارك وتعالى يقول: إنه الشيطان، إنه يراكم هو وقبيله يعني جماعته من حيث لا ترونه. الهامة يعني كل ما يدب على الأرض، حشرة، عنكبوت، أفعى، عقرب، فيروس، بكتيريا، كلها مخلوقات جنود لله سبحانه وتعالى، مخلوقات موجودة. كل ما يضرك ويؤذيك هو من الهوام. إذن يا رب، أنا أعوذ، أحتمي بكلماتك التامة من شر كل شيطان لا أراه، ومن شر كل هامة قد أراها وقد لا أراها. كل حشرة، كل مرض، كل فيروس، كل أي شيء يضر، أي شيء فيه سم، أي شيء فيه ضرر، أنا أحتمي بكلمات الله التامة من شره. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. عين تصيب، عين تؤذي، عين تحسد. هنا أيضا شمل شر الحاسدين.
لأن العين حق أيها الأحبة، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه العين أخي الحبيب لها تأثير قوي نحن لا نرى، وكثير منا يجهله وكثير منا ينكره، والعلم للأسف ينكر هذه المواضيع لأنه أصلا لا يعترف بوجود الله. يعني قد يأتيك إنسان يقول لك يا أخي أنت تتحدث عن الشيطان والعين والسحر وكذا، والعلم لم يثبت ذلك. أقول لك لماذا أخي الحبيب؟ أنا أخبرك لماذا العلم لم يثبت وجود الحسد، أو مع العلم أن هناك دراسات قليلة تحدثنا عنها يعني ملامح، ولكن لماذا معظم العلماء لا يعترفون بالحسد والسحر وغير ذلك؟ لأنهم بالأساس لا يعترفون بوجود الله، ولا يعترفون بوجود الروح، ولا يعترفون بالقرآن. طب كيف سيؤمنون بأشياء خلقها الله وأخفاها عنا؟ بالتالي أنت هنا عندما قلت هذا الدعاء لأبنائك إنما وضعت حصنا بينهم وبين الشيطان والهوام، أي مرض أي شر، وعين الحاسد، كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يعني هذه العين تحسد، تصيبك بالشر، تصيب ابنك بمرض بشر، العين قد تقتل أحيانا. يعني هناك أحاديث تدل على ذلك أيها الأحبة، والآية التي ذكرناها وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، في التفسير ليقتلونك أو ليهلكونك أو ليصرعونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. فهنا ينبغي علينا أيها الأحبة أن لا نغفل عن هذا الدعاء على الأقل 7 مرات كل يوم، لأن الرقم 7 له أثر في الشفاء كما تعلمون، ورقم 7 هو رقم كوني، وهو عدد أبواب جهنم، وهو عدد السماوات والأرض وكذا، له أسرار كثيرة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كثير من الأدعية كان ينصحنا أن نكررها 7 مرات، وبخاصة أدعية الشفاء وأدعية الوقاية من السحر. لذلك هنا عندما تدعو بهذا الدعاء أو ترقي أولادك بهذه الرقية، أنت تتبع سنة نبينا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسنة المؤمنين من بعده. فلا تغفلوا أحبتي في الله عن هذه الرقية الشرعية السهلة جدا، والتي هي كلمات محدودة ولكن أثرها كبير جدا. منذ أن يكون ابنك جنينا في بطن أمه اقرأ له هذه الرقية، لا تنتظر حتى يولد أو يخرج طفلا. أعذه بكلمات الله التامات من شر الشيطان ومن شر الهوام ومن شر العين الحاسدة. إذن احفظ معي أخي الحبيب هذا الدعاء، أعوذ بكلمات الله التامة، 4 كلمات، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، 4 كلمات، ومن كل عين لامة، 4 4 4. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. تصور أنه سهل جدا. ارقي أولادك وارقي نفسك به، وكما قلت 7 مرات كل يوم إن شاء الله. وأكيد أنا واثق أن الله لن يخذل عبدا لجأ إليه. الملوك إذا احتمى بهم أحد يحمونه،
فكيف بالملك سبحانه وتعالى؟ فالتجأ إلى الله باستمرار، واستعيذ بالله من شر الشيطان والهوام والعين، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أولادنا جميعا من كل شر، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.